سامي زمان بسأل مين الست اللي على قلبي والمصحف دي بني لغة انا حدودي كانت انجليزي بس بحب الابار قوي لا حلو جميل العجوة طعمها ورد I think I have diabetes already close 7 6 3.7 9 هي 9 عامة يعني ده بتاع الناس ولاد الناس قوي حلو ايه العلبة فخمة السكر كتير برضو ما بيستخسروش يعني في السكر ماك سنيفر يعني تاكل نص كحكة وتقفل على كده ومش هتخلص كوباية الشاي بس حلو عاجبني يعني ممكن اخلصها فعلا حاجة ممتازة خزلني في ليه سكري 9 9 دي 4 صح؟ 5 جسم اشعر على نفسك في القلب يعني مكتوب عليها كواليتي وبتاع يعني حاجه ايزو شكرا للجسم المصري ان هو ضيع وقته بنقش الكحك لازم اقول حاجه حلوه ممتاز قوي طعمه حلو عاجبني واحسن من الابوار كمان ده اول مره ادوق كحك حلو كده تسلم للجيش المصري ده جيش؟ تمام ام دنيا بابا يا سيسي احو حلو مظبوط اخلصها كلها بجد يعني والله مش عارف من غيركم كنا عملنا ايه I knew all of Egypt's money went somewhere الجيش جامد روعة 20 على 10 ورهبة كده جندي مجند هو اللي ممكن يكون شايل الصاجه وراح وداها الفوز ميرسي يا سياده الرئيس بابا ما شاء الله ده هي مصر ماشي الجيش المصري ربنا يخليك لينا يا رب جيش جميل بنحبه 15 يا جماعه هديها 9 75 عشان الكمال ده بتاع ربنا الجواب ده المصري بنحبه كلنا بنحبه